وده ابتديتي تحضري الالبوم ولا اغاني جديده؟ بصي لا البوم اكيد ما بقاش في يعني موضوع الالبوم ده ما بقاش موجود او انا مأجلاه تماما يعني. لكن انا داخله صور اغنيه ان شاء الله هتنزل على العيد الصغير باذن الله. يا اوضه بصراحه كده مش خايفه من الكورونا؟ مش خايفه من الكلام اللي بيتنشر كل شويه؟ لا اكيد 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 خايفه طبعا ومرعوبه على بنتي وعلى اهلي وعلى اخواتي، لكن احنا يعني بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا طبعا، ويا رب يحفظ مصر ويحفظ الدنيا كلها يا رب. اوضه ما فكرتيش تعملي اغنيه للكورونا مثلا، تعملي مثلا فيديو اللي انت تنصحي يعني تاخدوا خطوات معينه ضد مرض الكورونا؟ هو انا ابتديت اشوف فنانين، لو انا اتطلب مني او انا كده اكيد مش هنصح اكيد. التمثيل، اخبار التمثيل ايه؟ في فيلم يعني في ورق انا بقراه الفيلم قريب، بس انا لسه في مرحله قرايه الورق وان شاء الله خير.